ضعفت المبادلات بين البلدين والاستثمارات في الفترة القادمة. سنشتغل في بداية العودة إن شاء الله في السنة القادمة من شهر سبتمبر، الاشتغال على مجلس التعاون سيجتمع في شهر أكتوبر، وكذلك أيضا على مستوى تحضير خطة طريق، خاصة أن المؤسسة الفرنسية تعتبر أكبر مؤسسات مستثمرة في تونس. شريكنا الفرنسي هو أول شريك تجاري واقتصادي واستثماري. اتفقنا على أنه مجالات التعاون ستشمل صناعات مكونات الطائرات ومكونات السيارات، صناعات الكهربائية والميكانيكية، صناعات الغذائية وصناعات الدوائية، إضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقات المتجددة والسياحة وبطبيعة الحال البحث العلمي.